سامي العوني، ننتمي للمنطقة هذه، منطقة ولادعون، من عماد العذيرة، معتمدية فوسانة، ولاية القصرين، يا سيدي الراد. هي منطقة حدودية. احنا ننتمو للجمهورية التونسية جغرافيا، فهمتني؟ احنا بريسك منسيين لهنا، احنا منسيين بالحق، فهمتني ولا؟ احنا مطالبنا ماهيش حاجة عظيمة شأن، احنا حاجتنا بحكاية عن الحق فيها نورمالمون دستوريا، فهمت؟ اللي هي طريق، اللي هي تنمية في البلاد، اللي هي تشغيل، اللي هي احنا كان ما يتلفتناش رئيس الحكومة، احنا كان ما يتلفش وزير الفلاحة، وزير التنمية، ما عرفش انا حتى وزير الصحة، ابسط حاجة مستوصف مع الناس، راي منطقة، راي ابسط حاجة كلب سايب ينجم يتسبب في كارثة، فهمتني؟ ما نعرفش احنا الى متى احنا باش نصبروا في البلاد هذه، بالرغم اللي هي نعاود ونأكد ونقول اللي هي منطقة فلاحية بامتياز، يعني الدولة اللي كانت مد ايدها تنجم تلقى شباب مشمر على السواعد نتاعو، معامل على ربي، وان شاء الله الدولة ما تخيبش والشباب ما يخيبش، فهمتني ولا؟ والا احنا راهو خايفين من سيناريو اخر، هو كيما تراه هك تشوف جبال دايرة بينا، وانتم تعرفوا مليح جبال القصرين، والشباب راهو محبط. غياب تام للدولة لهنا، احنا مرينا حتى وزير، حتى كاتب دولة، حتى بين ظفرين رام، حتى لو كان يجوا عندهم ضيعات مثالية يجوا أصحابهم للأمانة، هذا بكل احتراز فهمتني نحكوه، مي باش يدور في دواوير في مناطق كيما هكا، ما عرفش يخافوا، ما نجموش يقربوا، فهمتني؟ لأن الدولة غابت لسنين سنين سنين طويلة، فهمتني؟ احنا راهو مشاكلنا راهو طريق، راهو مسلك فلاحي، يعني شخصيا كان عندي مشروع، كان عندي نقل ريفي، كنت ننقل في عباد، فهمتني؟ لكن صلحت صلحت صلحت، خدمت على البياس، السيارة مشات بياس ديتاشي، فهمتني ولا؟ مشات، أنا صبحت بطل، عملت رخصة متاع الدراسة، تنقيب على المياه، أرضي فيها الماء، لكن مش مسموح لي باش ننقل، فهمت؟ حبسوا التراخيص، الضو فورس ما ثمش، هاني مقدم أنا باش نحب نخدم، فهمتني؟ لكن ما صارش من، فهمت؟ الدولة ما نعرفش، موتوا، موت بطيء، قطرة قطرة. ما عرفش شو نيه السيناريو احنا نمشي ليه. تبيع اهالي فوسانة ضد الارهاب 100%، ولا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن ان يمر مرة اخرى، خلينا نقوله، على خطر احنا مؤمنين بالدولة، احنا مؤمنين بالجمهورية الاولى والثانية، فهمتني؟ محمد رسول الله. احنا باش ما نوصلوش لك الاحباط، وباش ما نكونوش فريسة سهلة، انا كما قلت لك دايرين بين الجبولات، الدولة تعرف الجبال شنو فيها، احنا نتمنوا انها الدولة توصل لنا قبل ما يوصل لنا شبح الارهاب، فهمت؟ و في الموضوع هذا بالذات انا نتصور ثلاثة وزراء يفهموني، اللي هما وزير التنمية، وزير الداخلية، او اللي ما لا وزير رئيس الحكومة ديريكت هو يفهم. كونفيرمو احنا طبقناه لهنا وما تحركناش، بالرغم احنا معزولين، لكن احنا في ريف، ما بحذناش كوشة، احنا ما بحناش سيبريت باش نقضي، فهمتني ولا؟ احنا تربطنا بك رزنامه اللي عملها وزير التجاره نتاع 20 كيلو سميد و10 كيلو سميد، اللي هما وصلوا حتى للمكتب المدرسه الابتدائيه، فهمتني ولا؟ وتوقع قسمتهم 10 كيلو 10 كيلو، انا ما نتصور توا عائله فيها 5 و6 و7 10 كيلو سميد قداش باش يمشوه، فهمتني ولا؟ انت هاك بالطريقه هذه شجعت على الاحتكار، وشجعت على الفوضى، وشجعت على الانسان باش يكسر الحجر وباش يمشي يلوج على السميد، وسبحان الله ينجم يجيب فيروس لداره وستر ستر. كيما ترى احنا جالسين على اللي هي نتاع الصناد، واللي هي مازالت ما تبنتهاش الصناد، فهمتني ولا؟ هو المشروع بدوه وحبس، المقاول خدم خدمته اللي هي تحت الارض، والخدمه وصلت حيز النيشه، الكارون تاع الماء اللي هو بجنب الدار ما ركبوش فيهم الكونتريت، وما عدولناش الماء، احنا الى هذه ساعه احنا نشربوا من ماجن ماجن، فهمت؟ اللي هي معلش بدايه نتاع عصور حجريه نتاع عصور وسطى، فهمتني ولا؟ نجيبوا ماء في ماجن بطرق زيد ماء زيد جافيل زيد حكايه، فهمتني ولا؟ باش البكتيري واحد وكل، فهمتني؟ نتمنى انه المشروع هذا الدوله حاطت فيه فلوس، وانه يكمل، وشوف شكون اللي معطل المشروع، يلزم الدولة تعمل بحث وتشوف شكون معطل المشروع، علاش الدولة اللي كان باش تجبد روحها هكا وسياسة ما عرفش باش تشجع على الفوضى، تشجع على السرقة، تشجع على برشا حوايج، فهمتني؟ نتمنى انه المشروع هذا، نتمنى انه نحن نشربوا ماء السبالة في ديارنا، نتمنى. أمنيتي الوحيدة في البلاد هذه اني نرى طريق معبد، لأنه هو اللي يجيب التنمية، اللي يجيب الاستثمار، اللي يجيب كل شيء، أعطيني طريق توا أنا نمشي لهم الكل، توا أنا نمشي للبوسطة، نمشي للمعتمدين، نمشي للولاية، نمشي الكل. ما تعطينيش طريق سي تدير، أنت عملتي غوانتانامو لهنا. ما نجمش نتحرك، ما نجمش نخرج، انا حاشي بطريق، مش انا، راهم متسكنين المنطقه الكل، هذا ابسط حقوق، هذا ابسط حقوق. احنا ما نحكوش على مستوصف، ما نحكوش على تشغيل، ما نحكوش على ضو فورس، ما نحكوش على رخص نتاع ابار، برشا 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 خور في البلاد هذه الطريق للاشاره. انا وصلنا حتى
ما بين ظفرين مش ندفعوا رشوه على الطريق اصلا، ونتحمس وليتي في الكلام هذا، لكن ما صارش من، واحنا جاب ربي ما طحناش في البياج هذا. الغريب في الامر انه كذا مره يقولون طريق مسيد جام صح اللي هو تخدم سيتادير تسرق، حاشتنا بطريق، حاشتنا بمسلك فلاحي، نروحوا لديارنا نمشوا نخدموا ونروحوا لديارنا، كي ما لقيناش خدمه وما لقيناش مواطن شغل وما لقيناش تنميه في البلاد هذه، او مو اعطيني طريق تو نمشي نمرك نهاري مرمى ولا اللي هو نمشي نخدم في بلاد بعيده ونروح، او مش كتصب المطر نبات في الخلا ونبات خم على دار. احنا مشينا للمسؤولين وتناقشنا معاهم سياسه المماطله وسياسه ارجع غدوه، وبطبيعه ديما يحكوك على ظروف الدوله يا سي ترى يا سي ترى يا سي ترى، لكن ظروف الدوله قاعدين نشوفوا لي برشا خوار اخر وبرشا فلوس قاعد تصرف، وكل ميزانيه تجي يزيدوها ميزانيه تكميليه مش عارف الفلوس وين ماشيه.